مرحبا صبايا، الله يسعد اوقاتكم يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم هو عنا يوم الاحد، اليوم عطلة، ما في مدارس. مثل ما صرتوا بتعرفوا انا هون فايقة الصبح وقاعدة عم شوف القناة وهيك وعم اشرب نسكافيه. تعالوا شوفوا لي هالشوفة، حبيت صور لكم بناتي الشطورين. الله يخلي لي اياهم يا رب. لقيتهم هيك حالة اللي عليهم النشاط، هو ما في بالعادة أبدا، يعني لا تنغروا بالمظاهر ما في بالعادة، بس هيك إنه عطلة يعني هيك حبوا ينظفوا المطبخ. شوفوا شلون مدموجين بالشغل، يعني لا لا عن جد يا ريت كل يوم تعطلوا يا بنات. شو صاير؟ ايش في؟ في شي؟ يسلم ايديكم ماما يا عين. هلا اليوم بما انه عطلة وهيك حبيت اعمل لهم بيتزا، هن كتير بيحبوا البيتزا، يعني عندهم الاكلة المفضلة، وانا كمان ما بمل منها، اذا اكلت كل يوم بيتزا ما بقول لا. هون حطيت كاسة مي دافية مع معلقة كبيرة خميرة ومعلقتين سكر، وبحركهم كتير منيح لحتى تذوب الخميرة على السوا. وهلا بغطيهم وبتركن على طرف لحتى تنفش الخميرة. وهلا هون عندي رح اعمل صوص البيتزا. هي اول مره بجرب اعمله بهي الطريقه، بالعاده بساويه بندوره وبصل وهيك وعلى النار، يعني صوص صلصه على السوا، بس هالمره هيك قلت على السرعه، يعني ما بدي كتير اعمل شغل. من عندي يعني حطيت شوي كاتشب وشوي دبس بندوره وبصل بودره وزيت زيتون وزيت عادي، هاي زيت عادي، زيت قلي، وهون زيت زيتون، وهلا بحط شوي صويا. وملح وهيك اعشاب او زعتر اخضر مجفف اللي موجود، يعني هيك عملت خلطة من عندي وخلطتهم كتير منيح. وبالاخير هلا بحط شوية مي كمان لانه سميك شوي تقيل الصوص، حطيت له شوية مي وعن جد طلع كتير طيب، يعني حتى أطيب من اللي بسويه بكل مرة، إنه من البندورة والبصل والثوم وعلى النار وهيك. هذا الصوص طلع كتير طيب وهيك على السرعة، يعني سريع. هلأ هون يمكن عم بتقولوا إيشو هالأصوات هاي وهيك، عم تابع مسلسل تركي صلي فترة علقانة فيه. عن جد المسلسلات التركية كتير حلوة، أنا بحبها، بس صايرة إنه علقة، يعني طويلة وجزء وجزئين بس هالمسلسل هلأ جديد عم ينعرض اسمه إخواتي. هلأ هو حلو بس هيك فيه كتير حزن، يعني فيه شوي كآبة إنه بضلوا بتزعلوا عليهم هني إخوة وهيك، وبيطلعوا من مصيبة وبيدخلوا مصيبة، وبأول المسلسل بتموت أمهم وأبوهم وكذا. حلو بس يعني حزين شوي. هلأ هون حطيت طحين، 3 كاسات طحين، وحطيت نص كاسة حليب بودرة، وهي معلقة ملح، وحركهم مع الخميرة طبعا بعد ما نفشت الخميرة. هلأ الخميرة انه هيك تجربة بتنعمل، انه قبل ما تحطوا الطحين اعملوا هاي مية الخميرة، اذا ما نفشت لا تحطوا طحين، كبوا المي وجيبوا غير خميرة، لانه بيكون معناتها الخميرة متشركة وما رح تشتغل معكم وما رح تنفش العجين، يعني إذا ما طلع لها رغوة للخميرة ونفشت ما تستعملوها.
هلا هون باجون بايدي، هلا بحط له شوية زيت كمان. هلا هيك العجينة حاجته كتير صارت منيحة طرية وما بتلزق. هلا رح غطيها وبحطها بمحل دافي يكون وبتركها لحتى تنفش. هون بعد ما نفشت هلا شوفوا شلون شقد نفشت. وهلا هون صارت البيتزا جاهزة، بس صار معي مشكلة هون بالتصوير، كنت عم صورها لما طلعتها من الفرن وعم قطعها وهيك، بعدين اكتشفت انه الكاميرا ما كانت عم بتصور وما عم تسجل، رجعت هون صورت لكم اياها. شوفوا قد طلعت طرية، كتير طيبة وطرية مثل كل مرة. انا كتير بتنجح معي البيتزا لانه ما بسمك العجين، بتركه رقيق، يعني بتطلع كتير بتشبه تبعت السوق ويمكن اطيب. في الاخر هون حبينا هيك نطلع مشوار نتمشى نشرب شاي، وعدينا على السوبر ماركت لناخد هيك كم غراض بزر نقرشات بما انه احد وعطلة، بس برد برد كتير، يعني مو طبيعي البرد، بخلي الواحد يضل قاعد بالبيت، بس كمان قعدة البيت بتملل.
وهون جينا على هذا المكان كتير حلو، كتير القعدة حلوة ومريحة، إنه مو صاير كله بلور ومقزز. أنا كتير بحب هيك أقعد مثلا مكان دفيانين وشايفين برا كيف المطر والبرد، وجوا قاعدين ودفيانين.